كان مطرب. مساء الخير. اه كنت عارفه الموضوع ده. احمد ازي حضرتك؟ هاي ازيك يا طنط؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ عوض احمد حبيبي. عوض بعد اذن حضرتك. بعد اذن ابوها. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. ايوه يا احمد. لا مفيش حاجه عادي. تحب يعني اجي في يوم، اجي في وقت تاني كمان ساعه مثلا عشان؟ لا حبيبي وقت. لا 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 قولي قولي يا احمد. قولي يا احمد. اه اعرف حضرتك. ايوه احمد ابن طارق. ابني. اه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. الجامعه معاك؟ تمام. اه تمام الحمد لله. الحمد لله. ها ها بابا انا كنت عايز صباعين. لا ما انا عايز ايه؟ صباعين ايه يا طارق؟ انت عامل محشي النهارده يا بابا. ساعات بيطلب حاجات غريبه. ها بابا انا عندي جامعه كمان ساعه كده، لو حضرتك بس تديني 2 جنيه. ايه؟ 2 جنيه بتوع ايه؟ انت في ايه؟ 2 جنيه عشان ايه؟ عشان ايه؟ بتوع ايه ال 2 جنيه دول؟ بابا انا عايز اركب اتوبيس يا بابا، انا بقالي فتره بروح. بابا روح على رجلك. لا يروح على رجله ايه يا مدام؟ ده انت مستفزه. بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك. هتعملي ايه يا مدام رجاء؟ هعمل ايه يا مدام رجاء؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش بيقول لك 2 جنيه يا طارق؟ ولد ولد ايه؟ ايه يا جماعه؟ انت ازاي تتجرأ وتيجي تطلب طلب زي ده؟ ها؟ انا عايز كده؟ جرى ايه يا جماعه؟ انا ربيتك على ده؟ ايه اللي ربيتك على ده؟ ده انتوا مستفزين جدا. طول بالكم روح شويه شويه. لا متأسف. ولد بابا ما علمكش. بابا ما علمكش. ايه بابا ما علمكش؟ هو بابا علمك حاجه؟ انا علمته يعتمد على نفسه. عليها هي اللي بتعلم. يعتمد على نفسه. خلاص هو هروح بقى. اعتمد على نفسه. اوعى. خلاص متأسف معلش. خد تعالى هنا يا ولد. ايه متأسف دي؟ ازاي جات لك الجرأة انك ترد عليا؟ ها؟ من فضلك يا مدام. يا انا اسفه. شفت المشكله عملتها؟ شفت عيشة؟ اطلع دلوقتي. بتقولي متاسف يالا؟ حاضر. هو ايه ده؟ بتقولي متاسف؟ امال عايزه يعمل لك ايه؟ ياخدك قلمين على وشك؟ بيقول لك الولد متاسف. ارد عليها يا حبيبتي ولا؟ لا خلاص ممكن تفضل تطلع بالراتب. ايه ده احنا فين؟ احنا فين؟ اوكي يا حياتي اطلع دلوقتي بقى. انا متعصبه جدا. بس والنبي اهدى عشان خاطر. حاضر. انا مش عايزه اكمل الحوار ده بعد اذن حضرتك. لا حبيبتي انا مش عايزه اعمله. لا 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 انا مش عايزه اعمله.